حتى جدي يا ابني مثل جدي، والله وبالله حتى جدي يا جدي مثل حالك وجدي. يا اخويا شوف الدرج ما غير سكر وما غير. قولي يمه كنت اشتغل باب الصحن. شلون؟ باب الصحن اشتغل، ابي ابي ما يخلوني العتبة والشوفة. عليك شو تبيعين؟ شو تبيعين؟ ابي ابي. تبيعين عبي؟ وين تبيعين عبي؟ باب الصحن، باب الامراض. باب الامراض؟ اي ما يخلوك؟ ما يخلوني، راحوا ولد الكلابة، واحد منهم شهيد واثنين ماتوا. وما عندنا عين اللي عايشني وبرقب الا ثلاث احواش عايش بهمني العبية اروح يطردون العتبة والشرطة وما يخلونا اشتغل. زين انت مسحت الايراني يخدمك هنا؟ ها؟ يخدمك هنا بالساحة مال الايراني؟ لو الا تذين جوه ما خلوني حتى بالإيران. حتى بالإيران ما يخلوك؟ إيه ما يخلوني. تشلعين عيوني تبشرين تدللين وتدري الحال وأجار ومولدة وتدري الأسر وما عندي ودار قلة وشعوار. زين وأنا كذا قاعدة ورا الصحن ورا السوق شلت البيت وبعته وأكلون وراث أخذوا مني. زين. أنت بالأجوار قاعدة بالشعلة بالشكوك. زين. أجوار. زين. أريد منك ومن الله ترجعني أشتغل باب الحضرة أبي. ما يخلوني. زين. صابر إني أنا أقعد يكون العتبة والشرطة علي قاموني. وهاي أشوف العيشة حتى جدي يبكي مثل جدي، والله وبالله حتى جدي جدي مثل حالك وجدي. يا أخوي شوف الدرج ما غير سكر وما غير وما يجيب العيشة أحاكيهم بالبلد شو تسوي لك. بس نتصل لك ان شاء الله نقدر نسوي لك حل. ابشري. زين وانت تبيعين عبي نمو؟ ايه. هسه نتصل لك العميد علي. ايه. بكيت الله نحصل لك موافقه تكونين جوا مساحه الايراني. ايه. زين بكيت الله بس خلينا نتصل بس يكون يرد علينا. اتصل عليه. راح اتصل مرت الاخ اخر مره حتى هاي الحجيه مثل امنا واحنا لازم كنا نتعاون وياها والقوات الامنيه تتعاون وياها. خطيه هاي سبوبه عيشها هذا رزقها. زين فاحنا نريد بكة الله المروة انه يوقفون وياها القوات الامنية جماعة العتبة يوقفون وياها هاي المرة وان شاء الله خير. ان شاء الله خير.